عدنا إليكم مشاهدينا وأهلا بكم من جديد إلى فقرتنا الرياضية الأسبوعية مع ضيفنا المدرب عمر موصلي. رح نتحدث هذا الأسبوع عن تمارين الخصر وكيف نحافظ على شكل جسمنا. عمر يسعد صباحك. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. أنت شلونك اليوم؟ تمام الحمد لله. يلا اليوم احكي لنا شلون نسوي خصرنا رفيع ورشيق وحلو. حلو. اليوم تمارين الخصر. الخصر هو أكثر منطقة كل الستات أو كل العالم بيواجهوا أكبر مشاكل فيها. ليش؟ لأنه أكثر نسبة شحوم بتتراكم بالجسم هي منطقة البطن والخصر. بس الفكرة أنه نحن على طول بنقدم خطوط عريضة للناس لنساعد الناس. بس ما رح يصير الخصر بخمس دقائق أو ثلاث دقائق. يحتاج لوقت طويل. طبعاً يحتاج لوقت ويحتاج لنظام غذائي معين. يحتاج لمدة معينة، ممارسة منتظمة للرياضة. يعني وكل جسم له وضعية معينة. يعني مثل الدكتور بياخذ استشارة، بيحكي نصائح عامة، بس كل شخص له فيزيولوجيا معينة. تناسب جسمه. في العالم اللي عندهم نسبة شحوم كتير كبيرة بجسمهم، غير العالم اللي عندهم نسبة الفات كتير قليلة. اثنين بدهم تمارين خصر لحتى نزبط القوام، يعني يصير النحت أجمل للخصر. يعني الدايت بيساعدك أنه أنت تروحي الوزن الزايد بالجسم، بس ما بيعطيكي الفورمة الحلوة للجسم. الرياضة هي بتكمل هذا الدور. يعني بس أنت تعملي دايت بينزل وزنك، بس الرياضة هي بتعطيكي نحت الخصر أو التمارين بتساعدك الشكل ليصير أحلى. زين، واحدة واحدة. قبل ما تبدينا بالتمارين وتروينا شلون نسوي الخصر أحلى وأحلى، النظام الغذائي، أي نظام غذائي أقدر أتابعه؟ مثلا أبتعد عن البروتينات، أبتعد عن الدهون، لو هناك نظام غذائي معين، حمية غذائية معينة لخسارة الدهون من منطقة الخصر؟ هلا النظام الغذائي هو تقريبا صار، يعني العالم كلها صارت بتعرف انه السكر للكربوهيدرات لازم تكون منتظمة وقليلة، الدهون للدهون لازم تكون الدهون المفيدة للجسم، البروتين كتير مفيد للعضلات. يعني العالم الاكل السريع والاكلات الشيبس والبزورات المملحة وهدول، يعني هاي الاشياء كثير عالم صارت تعرفها. بس اللي بيفرق من شخص لشخص انه اذا شخص نحيف بحاجه لكميه بروتين اكثر وكربوهيدرات اكثر لحتى يطلع العضلات بجسمه، اذا شخص في عنده نسبه فات كثير كبيره وشحوم كثير كثيره بجسمه لازم يبعد على الكارب قدر الامكان عن السكريات والنشويات. ويحافظ على مبدا بروتين وخضره اكثر الوقت لينزل نسبه الدهون بالجسم. فهي لكل الاشخاص. مو شرط اذا واحد نحيف بيقول انا لازم ما اعمل دايت. مو هي الفكره مو بالدايت، الفكره بالاكل الصحي اللي بيناسب جسمك اللي بيتطلب وبيحتاجه جسمك. طيب عمر، الكل سواسية لازم يعملون هالتمارين، أو مثلا اللي خصر أعراض يحتاج جهد أكثر؟ مثلا المرأة بعد الولادة خصرها يكون شوي لسه بيعرض، أو الإنسان المليان، هذول يحتاجون جهد أكثر؟ إيه، هلا الشخص اللي عطول في نسبة فات بجسمه أكبر بيحتاج جهد أكبر، لأنه عنده وظيفتين، أنه يروح الفات وأنه يرسم شكل العضلي. الشخص يلي أوريدي ما عنده فات بجسمه أو نسبة الفات كتير قليلة بيعتمد تمارين غير تماما، لأنه بيصير بده يحمل طاقة أكبر أو وزن أكبر للعضلة لحتى يبني شكل العضلة بشكل أحلى. عرفتي؟ في تمارين منظمة لكل العالم فيهم يعملوها، بتمارين الكارديو بتحرك الوسط او الخصر، هاي في السمين والنحيف وكل الاشخاص فيهم يعملوها، وفي تمارين مخصصه لحاله كل جسم. يعني في تمارين عامه للخصر في كل الاشخاص يعملوها، وفي تمارين مخصصه حسب بنيه كل شخص. طيب انا داريد اشوف هالتمارين، لكن قبل ما تروينا تمارين عندي سؤال، شلون اعرف سويت الدايت ولعبت رياضه وتعبت ومتت وارد اعرف هسه خصري وصل لهذه المرحله انه هو هذا الخصر البرفكت، خلينا نقول السليم، شلون اعرف انه يحتاج بعد؟ لا هلا هي خبره اللي الشخص اللي متابعك وخبرتك الشخصيه انت بحالك. فرضا اني بالبيت، يعني اذا انت بالبيت انت الخصر لازم ما تقيسي حالك بالوزن لتعتمدي انه انت عم تستفيدي او لا، اعتمدي على القياسات اكثر. يعني خذي القياسات هي بتساعد اكثر من الوزن، لانه كثير انا بيجيني اشخاص بيقولوا لي انه ما عم ينزل وزني، بس بكون مبلشه اول شهر رياضه، انه في وزن العضله بصير لها وزن. اذا جسم صار له سنتين ما عم يلعب
رياضه او 3 سنين، فالعضله بس تبلش تلعب رياضه بيثبت وزنها، بيكون عم تدوبي انتفاخ وعم يضل وزن العضله بالجسم، فانت بتغير شكل جسمك بدون ما ينقص وزنك، فاعتمدي بس بالقياسات بيبين القياسات بيبين يعني اعتمدي على القياس اكثر من الوزن. طيب هسه تروينا التمارين، هلا رح نعمل تمارين بشكل عام. بلشنا هاي اللي الناس كلها ممكن هي بالبيت كلها ممكن يستفيدوا منها، وبالاخص للعالم اللي بالجيم. طيب. هدولك لهم غير تمارين باوزان معينه، نحن نظرا نعمل تمارين اللي كل العالم فيهم يعملوها بالمكتب او بالبيت او يلا روينا تفضل يلا جاهزين يلا تفضل. رح نبلش بتمارين اللي بتعمل هي وورم اب، لازم نبلش بورم اب معين بس رح نستخدم تمارين الخصر للورم اب. فينا نبلش ب تويست، هلا بنبلش بهدول التمارين على طول بنركز بالتكنيك انه الركبه تكون شوي مطويه لنحمي الظهر، نحمي عضلات الظهر. كم مره نسوي هذه الحركه؟ والخصر والحركه بتكون حصره من الخصر. كم مره هذه عمر؟ هدول فينا نكررهم مثلا 50 مره او 25 مره من اول يوم 50 مره، لو ثاني يوم الانسان يكون معوق. لا هو شوفي اذا بتعدي هي 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 تكرارها سريع، يعني انت بتعملي على قد جهدك. فينا نعمل كمان يعني نبلش بحركات هي لازم تعمليها كورم اب، وبنفس الوقت هي بتركز على الخصر. طيب فينا نعمل كمان مثلا نعمل هيك، هي كمان حركات حصرا للخصر، ودائما بنركز على موضوع التكنيك انه الكتاف لورا صدر للامام، على طول في تنيه خفيفه بالركبه بس كرمال نحمي عضلات الظهر. نعم هي بالنسبه للتمارين ورم اب، فينا نعيدهم طبعا اكثر من مره، فينا نعيدهم بكميات حسب الليفل كل شخص. عمر اول يوم مش قد نبلش كم حركه حتى يعني اذا انت حدا اول يوم بدك تبلشي اول مره ما بتعملي رياضه ابدا ايه بتبلشي اريد اسوي اول يوم مش قد بتبلشي يعني اعملي هيك ولنفترض 20 مره 10 كل جهه اريد ثاني يوم اقدر اتحرك واجي للشغل 10 كل جهه يلا ما فيكي ما تحس اذا انت ما عم تعملي رياضه وبلشتي اول يوم اجباري العضله بدها تتوجع شوي لتحسي بفائده زين عرفتي. بعدين فينا نعمل تمارين بالعصايه ايه هذه حلوه وسهله هي سهله للبيت. فينا نثبت العصايه بجهه ونعمل بالايد لنميل لجهه واحده طبعا على طول اللور بدي الجزء الاسفل على طول ثابت وبنحرك بس بجهه واحده لتحرك منطقه الخصر بس وعلى طول البوزيشن تبع الكتاف والصدر للامام مشان التكنيك صح مشان الاصابات ما بننسى نلبس لبس مريح وشوز كمان مريح. فينا نعمل سؤال 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 عمر هذه العصا اللي ماسكتها اللي بدها تتدرب ممكن نحطها يقولون خلف رح الرقبه ولا رح نعمل انت مستعجله كثير رح نبلش تمارين هلا بالعصا هذا مثل ورم اب طبعا اي جهه بنعملها نحن عم نعمل جهه واحده بنعمل الجهتين بنبدل على طول على الجهتين نحط العصايه ورا الظهر وبنعمل كمان سويتش هلا هي الحركه كمان على طول الكتاف لازم يكونوا لورا ما فينا ننزل والركاب مطويين شوي لتحت مشان نحمي الظهر. العصايه وزنها كثير خفيف يعني ما في منها خشب او بلاستيك اللي هو فالوزن ما فما انت ما عم تحملي وزن للجسم انت عم تعملي تقريبا بوزن الجسم بس نحن بنحط العصايه مشان تخلي بس الظهر اجلس يعني بتساعد. فينا نعمل كمان من فوق التمارين بنحمل العصايه من فوق وكمان فينا نعمل سايد سايد نعمل على جهه واحده كمان بنحرك منطقه الخصر كل تمرين بنعيده يمين ويسار على كل الجهتين ودائما برجع بركز على موضوع التكنيك بالاخص الاشخاص اللي عم يعملوا جديد رياضه لانه يعني اذا ضلت الركبه مفروده بصير الضغط شوي على الظهر نحن بس بنخفف الضغط على الظهر بتنيه الركبه لتحت شوي. هي بالنسبه لتمارين العصايه فينا نعمل كم تمرين كمان على السريع على الارض يعني فينا نعمل على المات نعمل على جنب سايد فيكتوريا بليز بنركز على جهه واحده نستند على الكوع على الكوع ومخلي رجل واحده فوق وبنعمل سكويز بايدنا الايد والرجل بنركز دائما على النفس كمان الاكسهيل والانهيل ومخلي العصر بمنطقه الخصر هون هذا للمستوى اللي فينا نقول يستخدموه العالم الوسط او العالم اللي بيعملوا شوي رياضه وما نون كثير ادفانس اذا بدنا نعمل ادفانس او المستوى المتقدم نرفع الرجلتين وبنعمل سكويز سوا كمان بيكون العصر بمنطقه الخصر والتركيز كمان الكوع مع ركبه القدم سوا سكويز عصر
أوكي؟ أوكي. إذا حدا جديد وما في يعمل هدول التمارين كبيجنر، منخلي الكتف على الأرض والرجلين على الأرض ومنسند الرقبة ونطلع ربع طلعة، بس ربع طلعة لفوق، يعني بس منحرك منكون مركزين إنه الرقبة نعم. مسنودة والرجلين مسنودين على الأرض، ومنطلع إكسهيل لفوق أو الزفير نحن وعم نطلع. هدول تمارين سهلة وبسيطة. سهلة بسيطة إلك يا عمر. إلي وللي بده يبلش جديد مو سهلة في ما بسيطة. يعمل حركات الأرض أو الحركات اللي صعبة في يبلش بس بحركات الورم أب اللي فوق، بحركات العصاية في يبلش بس مشي ما يعمل فورا تمارين. وبس ملاحظة للي وزنه كتير زايد أو في أوزان في نسبة شحوم كتير نعم. كبيرة يعتمد على الأكل الدايت وعلى المشي فترات الكارديو أول فترة، يعني ما يكون اعتماده على تمارين الخصر، لأنه التمارين لحالها ما بتعطيك خصر حلو، يعني التمارين هي مكملة مع الأكل نعم. مع دايت ومع كارديو. أضعف نفسي وأسوي رياضة متضعفي كلهم متكاملين. يعني أحياناً بيجي واحد بيقول لي أنا إذا بعمل هدول كل يوم مثلاً، إذا عملتهم لشهر بنحف، إذا ما عم تعملي دايت وما عم تعملي كارديو ما رح تاخدي نفس النتيجة. طيب آخر سؤال يا عمر، هل صحيح إنه الإنسان كل ما تعرق أكثر أثناء ممارسة الرياضة رح يضعف بشكل أسرع؟ لا ما له علاقة. هو وهذا اللاستيك اللي يحطوه على الخصر اللي يعطي حرارة حتى يضعف. هلا هدول كثير كثرة الإشاعات على حول المشدات أو أنا برأيي تلبسي شيء قطن بس نعم. مشان يمتص العرق اللي بيطلع من الجسم، مشان نمنع بس الأمراض أو شيء، غير هيك باقي الشغلات الثانية كلها دعايات وما بعرف يعني. عمر شكرا جزيلا لك، مدرب اللياقة البدنية عمر مصلي، حدثنا عن تمارين الخصر وإن شاء الله الأسبوع الجاي إنه موضوع آخر وياك. شكرا جزيلا لك. شكرا.